السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحبيب محمد رمضان الجنادي، أدعو الثوار الأحرار إلى رص الصفوف وباقي ثوار طرابلس والوقوف معهم صفا واحدا ضد الظلم والاستبداد والجماعات الإرهابية المسيطرة على العاصمة. ندعو كل ثوار ليبيا إلى رص الصفوف، إلى ثوار مصراتة الصمود، مصراتة الصمود، إلى الثوار الذين حاربوا في مدينة سرت واقتلعوا جذور الإرهاب، الدواعش، البنيان المرصوص. ندعو كل ثوار ليبيا، ثوار مناطق الغرب، جبل نافوسكا، زنتان، جادو، غريان، الزاوية الغربية، صبراتة، جميع مناطق طرابلس وجميع ثوار ليبيا، ندعوهم في هذا اليوم إلى مثلث ثوار تاجورا وسوق الجمعة لرد كيد الظالمين والمستبدين الذين سيطروا على العالم. أين شهداءنا؟ نحن قدمنا ألوف الشهداء والجرحى منذ انطلاق ثورة 17 فبراير المباركة في 2011. ندعوهم إلى رأس الصفوف والتوحد ومحاربة الظلمة والمستبدين. وعاشت ليبيا حرة آلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.